لكم من جديد متابعينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. وأول خبرية معنا لليوم يقول لك إطارات التاير، أيوة إطارات ذكية ترسل رسائل قصيرة لقائد السيارة. الله، يعني جيبوا الطارة الله يرضى عليكم، مستحيل شيء شوية يرفع الضغط وحلو في نفس الوقت. يقول لك كشفت إحدى الشركات الإيطالية لصناعة السيارات في معرض جنيف الدولي للسيارات مؤخرا عن صناعتها نوعية جديدة من الإطارات للسيارات مزودة برقائق إلكترونية بإمكانها أنها ترسل رسائل قصيرة لقائد السيارة وتمده بالمعلومات الضرورية زي حالة الطقس، مستوى الضغط والهواء في الإطارات والأمور اللي يحتاج يعرفها. وشكرا لهذه الشركة الإيطالية. يعني ما بقى يعني إحنا يلا نكلم بعض في البيوت عشان نكلم اطارات السيارات عند تراد بيرسل لهم مسج اطارك منسم يبغى الهواء. على فكره مو هم الاطار هو بيرسل ترى. انا إيه؟ انا منسم شويه، أنا اليوم منسم. انا حران اي حاجه، فاهم كيف؟ الحمد لله شكرا. عموما مسعدين ننتقل لخبرنا الثاني. سجاد الرؤية يضم ينبع لأرقام جنس، وطبعا دخلت سجادة الرؤية 2030 موسوعة جنس للأرقام القياسية كأكبر سجادة زهور طبيعية في العالم لعام 2017 ميلادي. واو. حيث عرضت في مهرجان الزهور والحدائق الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع، وأوضح أيضا مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع المشرف العام على المهرجان مهندس صالح الزهراني أن مهرجان الزهور تعليمي وتثقيفي وأيضا توعوي وتطبيقي في جانب الحدائق والنباتات، إذ يهدف إلى غرس حب الزهور والنباتات والتجميل في نفوس أفراد المجتمع عن طريق عدة فعاليات. وصراحة كنا نتمنى كثير أن نكون موجودين في مهرجان الزهور في ينبع، لأنه حقيقي كأكبر سجادة زهور تدخل لموسوعة جينيس في العالم. رائعة رائعة جداً. رائعة السجادة والألوان، يعني بتاخذ العقل، ما أدري حقيقة شيء. أنت شفتي كيف المنظر؟ طبعاً غير تناسق الألوان ورؤية 2030 مكتوبة عليها، فكرتي كيف رسموها، كيف وزعوا الورود، كيف قسموها؟ هذه يبغى لها ترى ما هي سهلة. نعيش ونشوف، وإن شاء الله دائماً في القمة، وسنظل في القمة لأنه خبرنا الثالث برضو يقول لك المملكة العربية السعودية هي الأولى عربياً في تقديم براءات الاختراعات. حلت المملكة العربية السعودية في هذه المرتبة الأولى ل 2016 في تقديم براءات الاختراع، وفقا للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من مقر منظمة جنيف. سجلت المملكة وحدها من الابتكار أكثر مما سجلته 16 دولة عربية مجتمعة مع بعض. طبعا بيقول لك حسب التقرير أودعت 17 دولة عربية ما من مجموعة من 517 براءة ابتكار، لكن حصة كبيرة منها ذهبت للمملكة اللي أودعت وحدها المملكة لحالها 296 براءة ابتكار، وهو رقم يتجاوز اللي قدمته 16 دولة مع بعض. يعني سجلت المملكة في عام 2016 زيادة قوية في إيداعات البراءات غير السنين اللي راحت طبعا، واللي قبل كده ما تتجاوز 274 براءة اختراع في 2015. فارق كبير 50% تقريبا للشباب، شيء جميل جدا حقيقي. يعني بنشوف كثير من الاختراعات، وبنشوف شبابنا المثابرين المجتهدين في هذا المجال، بنشوف اختراعات جدا جميله وجباره وما في مثلها في العالم، وخصوصا ايضا جهود المملكه في توثيق هذه البراءات الاختراع وايضا اعطائهم حقهم في هذا المجال عشان يزيدوا في اختراعاتهم، يجيهم دافع جدا قوي ويخترعوا. ان شاء الله نشوف اختراعاتنا في العالم مو بس في السعوديه. انا ما كان ودي اعلق لمي صراحه على الخبر هذا، لكن معلش عشان افتكرت انه في ناس بتقلل من شأن المملكة فكريا وفي ناحية الإنجاز. هذه أحد الإحصاءات الموجودة جماعة الخير الآن، يعني اللي يعني أنت كسعودي وأنت كمواطن أو مواطنة، يا ريت لما أحد يقول لك السعودية فيها قول له فين فيها؟ أنت إيش عندك؟ يعني نتمنى نتكلم حتى طريقة النقاش بيننا وبين بعض تكون بأرقام ودراسات موجودة على أرض الواقع، لا حد يحاول يهز داخلك أي حاجة من وطنيتك. على فكرة إحنا دولة جدا منجزة وفيها كثير من الأمور، بس إحنا لو نقرأ عن التاريخ اللي بيحصل
فيها من انجازات الشباب والبنات، اقسم بالله حننصدم من الامور الموجوده. اكيد طبعا، والدراسات والانجازات كلها موجوده، تقدروا تعملوا عليها جوجل وتقولوا لهم بالاحصائيات اللي موجوده ايضا. عموما مشاهدينا خلونا نروح لخبري الاخير. خبري الاخير معلومه يمكن كثير مننا ما كان يعرفها او يجهلها او يعني مستغرب من هذه المعلومه اللي ممكن يعرفها، معلومه تعرف على سبب وضع المضيفات أيديهن وراء ظهورهم. ودائما كل ما بيستقبلوا المضيفات المسافرين على متن الطائرات بنشوف أيديهم وراء ظهرهم، ما بنعرف السبب، ممكن يجي في بالنا أنه من الأدب أو من الأمن أو من النظافة أيضا، ولكن السبب الحقيقي طبعا بنشوفهم واقفين بالطريقة هذه. السبب الحقيقي اللي كشفت أحد المصادر أن المضيفات الجويات يقفن وأيديهن وراء ظهورهن ليعددن سرا عدد الركاب على متن الطائرة، سواء عند دخولهم أو بعد جلوسهم جميعا في مقاعدهم بواسطة جهاز صغير للعد فيضان أيديهم وراء ظهورهم كلا يجذبن الانتباه إليهن أثناء استخدام ذلك الجهاز الصغير. يعني صراحة أنا أول ما اكتشفت المعلومة هذه يعني قلت أوه من جد ممكن تكون صحيحة، وهي صحيحة أيضا، لأنه ما ينفع أنهم يعدوا الركاب وهم قدام الركاب أو بيقدوا 1 2 3 4 نأشر ما صارت صحيح. فبواسطة الجهاز الصغير هم حاطين الجهاز وراء ظهورهم كذا وقاعدين كليك. يعدوا كليك كليك والله حبيت الموضوع صراحة. وهذا المفروض يعني هو احترام كويس، فكرة ما حد داري يقول لك احترام وأدب ولا نظافة زيادة، ما أعرف فين جاتنا، لكن في الأخير أنا إيش نشوف واحد يفكر، ومعلومة جديدة تعلمناها اليوم. إيه فعلا واحد يفكر ليش الأمور اللي حوله حاصله. هذا نهايه اخبارنا صح، نهايه اخبارنا خلاص ما تبغى تخلص، ما ادري حسيت في خبر ثاني. عموما اذا عندكم اي اخبار او اي سوالف تبغوا تشاركونا اياها حياكم على ايميل البرنامج او هاشتاج ساعه شباب اللي راح يظهر ايضا في نهايه الحلقه. في اخر الفقرات في المبادرات الشبابيه حنستمتع كثير. ايش فيني لا حال بعد الفاصل.